تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا هنا 14 في مجموع الأشواط الخاص بالحول هنا أيضا لأبناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز الجميل. تويوتا ستيشن جي اكس ار هي الجائزة المقدمة لهذا الشوط. نتابع هذه المجريات وننطلق في المراكز الأولى المنطلقة والمتحدية مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع صدارة هذا الشوط في هذا الأداء المميز الجميل والمنطلاق والتحدي والإثارة وصدارة هذا الشوط من قبل هنا هدادة، من تأتي على الصدارة وعلى المركز الأول زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين تنطلق على المركز الأول، رهف في المركز الثاني محمد بن السيل بن عويضان العامري، وعلى المركز الثالث الشاهينية خالد بن حسين بن مانع بدواس العجمي المنطلقة على المركز الثالث. وفي المركز الرابع تأتينا هنا شهرة حمودة بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري المنطلقة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تأتي هنا لؤلؤة الريان علي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية المنطلقة على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة في هذا الأداء المميز الجميل مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذه المسيرة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى هدادة المنطلقة على صدارة هذا الشوط المسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين. شعار هنا صايد الرموز يتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا الأداء المميز الجميل على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني رهف لمحمد بن السيل بن عويضان العامري، من يأتينا على المركز الثاني في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات لؤلؤة هنا الريان تنطلق العلي بن خالد بن عبد الله العطية تأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الشاهينية خالد بن حسين بن مانع بدواس العجمي، وصلت هنا الشاهينية حمد بن علي بن عبد الله بن سند المهندي من وصلت بهذه اللحظات على المركز الخامس. تنطلق بهذا الأداء المميز الجميل مع خماسية جميلة في هذا الأداء المميز الجميل. هذه هي الأسماء الخمسة المتواجدة وما خلف المراكز الخمسة الأولى. أيضا هناك أسامي، هناك شعارات يا ما صالت وجالت بسجلاتها الحافلة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا هدادة، هدادة لا زالت على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة في مقدمة هذا الشوط وعلى رأس الحربة زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين على صدارة وعلى المركز الأول، بينما رهف على ثاني المركز. مراكز هنا مع ابو احمد محمد بن السيل بن عويضان العامري من ياتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث القادمه الحذره هنا حمد بن الضعيه بن حمد بن غدير الاكتبي
على المركز الثالث، وفي المركز الرابع لؤلؤة الريان علي بن خالد بن عبد الله العطية يأتينا بلؤلؤة الريان على المركز الرابع. المركز الخامس الشاهناقة، الانطلاقة على المركز الخامس. هناك الوصول في هذه اللحظات بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام من قبل الضبية خليفة بن علي بن حمد العطية، من تأتينا على المركز الخامس بقيادة حسن بن محمد السحاق، من يأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى الخمسة، المراكز المنطلقة المتحدية في مسيرتنا لشوط الختام. ها هي منتصف المسافة، لوحة هنا الأربع كيلومترات غادرناها في هذه اللحظات، وتبقى أربع كيلومترات أخرى. با هنا في التنقيب والبحث عن سيارة هذا الشوط، شوط الختام ختامها مسك. واصنعوا هنا، لا زالت الصدى هدادة، لا زالت هادة على صدارة، على المقدمة، على المركز الأول، منهدة في صلب المنافسة لانتزاع الفوز وانتزاع الناموس. زايد بن منصور بن غانم آل سيف القيارين المنطلقة على صدارة هذا الشوط، وبمعيتها هنا رهف محمد بن السهيل بن عوضان العامري، وأيضا كذلك تتواجد الحذرة حمد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاجتبي. ها هي إذن الثلاثية الجميلة المنطلقة في هذا الأداء الجميل. هناك الضبية خليفة بن علي بن حمد العطية ثالثا، وفي المركز الرابع لؤلؤة الريان علي بن خالد بن عبد الله العطية تتواجد على المركز الخامس. هذه هي الخمسة، وبدت الأسماء، بدت الأسماء تزحف في هذه اللحظات إلى المراكز الخمسة الأولى الأولى. ولكن الثلاثية المنفردة نوعا ما عن بقية المشاركين بقيادة هدادة المسيطرة على المركز الأول وعلى الصدارة. ثلاثة كيلومترات تبقى على نهاية هذا الشوط، انقضن الخمسة من الثمانية، وهدادة لا زالت مسيطرة. زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين المركز الثاني، هنا رهف على المركز الثاني للسيد محمد بن السهيل بن عويضان العامري، والمركز الثالث الحذرة محمد بن الضعية بن حمد بن غدير الاجتبي. هنا أيضا من منطلق هذا الأداء الجميل وتحديات جميلة. يلا يا باش مهندس، هنا في هذا الانطلاق باش مهندس، هنا أيضا يتواجد المهندس مع أيضا التضمير مع في هذه اللحظات الحذرة. هذا الانطلاق المركز الرابع، المركز الرابع، والقادمة الضبية خليفة بن علي بن حمد العطية مع حسن بن محمد السحاق في التضمير. المركز الخامس، المركز الخامس، والقدوم على خامس المراكز من مياسة حليس بن راشد بن حليس لقتبي. هنا من يأتينا بمياسة على المركز الخامس، ولكن أرى التسلل، وصلت صوغة، وصلت صوغة أيضا في هذه اللحظات بأول نداء في هذا الانطلاق. سالم بن حمد بن دري الفلاحي من انطلق في هذه اللحظات بهذا الأداء المميز الجميل مع صوغة، يصوغ أحرف الناموس. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل. وهدادة
حداده زايد بمنصور بن غانم السيف الخيارين على المركز الاول على صداره هذا الشوط. الحذره في المركز الثاني، الحذره في المركز الثاني تتسلل حمد بن ضحية بن حمد بن غدير الكتبي رهف على المركز الثالث محمد بن السيل بن عوضان العامري، وفي المركز الرابع الضبية خليفه بن علي بن حمد العطيه صوغه قادمه. على المركز الخامس هذه اللحظات سالم بن حمد بن دري الفلاحي من تافينا على خامس المراكز السلوم، خماسية جميلة، خماسية متميزة. غادرنا 1500 متر عن نهاية هذا الشوط، هو الصدارة مع هدادة، مع هدادة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هدادة المنطلقة في هذه اللحظات، هنا زايد ومنصور بن غانم أرسيف الخيارين من تأتي على الصدارة على المقدمة. وصلت صوغة، وصلت صوغة، صوغة القادمة لسالم بن حمد بن دري الفلاحي. هنا من يأتينا بصوغة في هذه اللحظات، والضبية من الجانب الآخر، الضبية الضبية. هناك المنطلقة خليفة بن علي بن حمد العطية، ووصل هنا أيضا القادمة الضبي. هنا في هذه اللحظات لمطوع بن علي بن سلطان بن هلال السبوسي من يأتينا على المركز الرابع. يا سلام التحديات، التحديات جميلة جميلة. وهنا الهدى وصوغة والضبية، يا سلام. ولكن صوغة، 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 صوغة ينطلق بهذا الشعار، الشعار المميز، شعار بن دري يا مصالة وجالة أيضا، وسجل أحرف من ذهب. ها هو ينطلق مع صوغة على الصدارة، صوغة على المقدمة على المركز الأول. سالم بن حمد بن دري الفلاحي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ينطلق بالمقدمة بالمركز الأول. سلام زاخر، سلام، سلام وتحية واحترام، تهانينا، تهانينا لسالم بن حمد بن دري الفلاحي على هذا الأداء، تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز وتضيف إنجاز إلى إنجازاتها، تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز لسالم بن حمد بن دري الفلاح المركز الثاني. وصلت حدادة زايد المنصور بن غانم أرسيف الخيارين، بينما المركز الثالث الضبية خليفة بن علي بن حمد العطية. المركز الرابع عددنا هنا الذيبة لعبد الله بن محمد بن جبر، هنا أيضا بن جبعة بن معبد بن جبر من أتينا المهيري. وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل نعود إلى التوقيت الزمني في هذا الأداء المميز الجميل، وكان انطلاق أيضا مميز لهنا صوغة من صاغة أحرف من ذهب باسمها بانتزاعها لمدريات شوط الختام. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل على هذه التحديات. هنا لسالم بن حمد بن دري الفلاحي، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية وجزء واحد يتيما من الثانية توقيت زمني. بينما المركز الثاني كان من نصيب حدادة من وصلت في المركز الثاني زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي قاطعة المسافة في 12 دقيقة 50 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. أما المركز الثالث فكان من نصيب هناك أيضا الضبية خليفة بن حمد، خليفة بن علي بن حمد العطية مع أيضا حسن بن محمد السحاق ب 13 دقيقة 54 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية، وكانت الذيبة في المركز